لاخر محطه بمشوارنا لليوم من حلو الحياه مشاهدينا، وبسعدنا نستقبل السوبرانو كونسويل الحاج وملحم انطوان رشدين. اهلا وسهلا فيكم بحلو الحياه. بدنا نحكي عن الحفل اللي راح يصير التكريمي. من حوالي سنتين توفى الشاعر انطوان رشدين. شو ترك من شعر وكتابه ملحم؟ الوالد ترك ثلاث كتب، ثلاث دواوين شعر، هن جوني العطر، صخرة النحلة، وعناقيد الثلج. وهلأ الحلو أنه من بعد ما توفى صرنا عم نشتغل سنة ونص على مشروع تلحين وغناء من قصائد الوالد أنطوان رشدين، وكونسوال الحاج وجوزيف جبور اشتغلوا على هالمشروع ولحنوا كل واحد منهم خمس قصائد وغنون بأصواتهم. وراح تحكينا هلا كونسويل بالتفصيل عن العمل اللي راح تقدمه بهالحفل التكريمي. اي متى راح يكون؟ وين الحفل التكريمي ملحم؟ حيكون التكريم بكره الساعه 8 بالقصر البلدي زوق مكايل، برعايه معالي الوزير الاستاذ وليد الدعوق. بيت الشباب والثقافة هن اللي رح يستقبلونا هونيك، وهن استضافونا بقاعة القصر البلدي بزوق مكايل. فبكره الساعة 8 بالزوق، ولازم يكونوا كتار كمان موجودين هونيك. كونسويل، مثل ما ذكر ملحم انه حضرتك ايضا اشتغلتي على تلحين القصائد وايضا اديتيهم. شو اللي لفتك بالقصائد؟ يعني اي، يعني اكيد نقيتي خمسه مثل ما ذكر كمان ملحم. شو اللي لفتك فيهم؟ ليه نقيتي هالخمس قصائد لحنتيهم؟ هو تلحن اكثر من خمس قصائد، بس بلشنا بهول الخمسه لانه فيهم مواضيع مختلفه. أنا ما قصدت هول القصائد، بس هولي كانوا أكتر شيء مقربين لإلي، وطلع معي لحن، يعني حسيت أنه بيتلحنوا. والحلو فيهم أنه مختلفين ومتنوعين من ناحية حب، اجتماعيات، سياسة، باقة من الورود متنوعة بالأشعار. فمش هيك كتير انجذبت لإلهم وحبيت أنه لحن وانجمعوا بقلب ألبوم واحد ثورة وعطر. كتير حلو، وحلو كمان الألوان يلي موجودة كتير منسجمة مع اسم السيدة يلي عم نشوفه. أستاذ ملحم، يعني أكيد الواحد بس يحكي عن الوالد يمكن يكون بتأثر أكتر، بوصاركم تقريبا شي سنة ونص عم تشتغلوا عليه. بس أنت الأحب على قلبك أي قصيدة للوالد؟ في قصيدة هي يا صاحبة العقد الغالي، نقلت من 10 سنين على محطة الـLBC وتستضافته ماجي عون لبي على برنامج نهاركم سعيد. فإذا بتحبوا بقولها. أكيد منحب نسمع. أكيد طبعا. أشلع. يا صاحبة العقد الغالي، إني أتهمك بإهمالي. يا صاحبة العقد الغالي، لو إن الصدر من المرمر والشعر غابات صنوبر، فاللؤلؤ من قعر بحاري والمرجان من أنهاري. يا صاحبة العقد الغالي، ويروق يروق لك اللون ويدور يدور بك الكون. لو زارك مملوك أشهر أو شطت قبطان أشقر، أو ترمي بعقدي من العالي للدرب تبعثر آمالي. يا صاحبة العقد الغالي. حلو، الله يرحمه. كونسويل، لما يعني بتكوني عم بتلحني أو عم بتضيفي من ذاتك لعمل شخص في محبة تربطكم، الله يرحمه، حضرته والد خطيبك ملحم، بتحسي انه هيدا الشيء بضيف جمال للعمل؟ هو يلي بخليك تطلعي من ذاتك امور ما قدرتي طلعتيها بغير عمل. مزبوط، انا الوالد تعرفت عليه سنتين وحبيته كثير، وحبيته اكثر من بعد ما قريت اشعاره بهالكتب. ومن اول من بعد ما لحنت كم قصيدة، عرفت من صديقه دكتور زاهي نادر انه كان حلمه انه قصايده تغنى. فهون صار في تأثر اكثر بالموضوع واندفاع وانطلاقة اكثر للموضوع انه نلحن الاشعار. فاكيد حسها كأنا عم بحقق حلم. وبشرته قوام، يعني من بعد تقريبا شي 5 أشهر 6 أشهر بشرته بهالعمل. نعم، هو بلشت صدفة، يعني كونسويل عم تقرأ من أشعار بي، طلع مع لحن ناطر حبيبي. حلو. ومن بعدها لحن ورا لحن. بعدين حبينا نسأل جوزيف جبور، شاب كتير موهوب من الكونسرفاتوار، وحب ينضم للمشروع، فلحن قصيدة ولا قصيدة وطلع الألبوم. إذا الفنان جوزيف جبور رح يكون معك. مزبوط، رح يشاركك الحفل أو الحفل التكريمي. مين رح يرافقكم موسيقياً؟
نحن رح أول شيء بشكر الموزع ماريو ناكوزي وزعنا الأغاني، رح يكونوا الأغاني ماينس ون وبس بالسدي. كمان من الأشخاص اللي كمان عزفوا معنا لايف الأستاذ فادي يعقوب على الإيقاع، كمان بشكره كتير. فرح يكون مبدئيا الغناء ماينس ون والصوت أكيد لايف أنا وجوزيف جبور. نتمنى لكم التوفيق. ملحم بتحب تضيف شيء على يلي قلناه؟ لا أنا بشكركم على استضافتكم لقلنا، وبعد 10 سنين تم اللقاء بطريقة تانية. أنا حلو. ابن الشاعر وكتير مبسوطة أنه استضفتونا، وإن شاء الله بكرة الساعة 8 منشوفكم عنا. نحن حابين نختم بسمع صوتك كونسويل، شو بتحب تسمعينا؟ كمان قصيدة ناطر حبيبي، أول قصيدة لحنتها. تفضلي. والحبيب بعيد وغفيت وحدي يا وارد بالعيد، ومش واردي أعشق حبيب جديد، مش عيب يعمل هيك تسهرت مني ليك، مش عيب يعمل هيك تسهرت مني ليك يا ورد بهالعين بحروف اسمه حلفت عالصافي كرمال عيونه حمر شفافي، بغفي غمار الورد عكتافي، بحرق شفافي بحرقة التنهي، مش عيب يعمل هيك تسهرت مني ليك، مش عيب يعمل هيك تسهرت مني ليك يا ورد بهالعين. الحاج شكرا لك ملحم أنطوان رشدين، بدنا نتشكر حضورك معنا كمان. نتمنى انه هالحفل التكريمي اللي يكون راح يكون بكره يوم الجمعه يكون على قد امالكم وعلى قد الجهود يلي بذلتوها لانجاح هالتكريم، وتحيه لروح الشاعر أنطوان رشدين. شكرا لحضوركم معنا. مشاهدينا نحن لهون بنوصل لنهايه حلقتنا من حلوه الحياه، متى انا بتجدد بكره بزيت الوقت، كونوا على الموعد. باي باي.